واللي عدنا عن قمر مار وش السبب خلع حل الحجاب فالمي عرف اللي صاير يا حبايبي انه قمر مار نزلت على سبب الانستغرام شويه ستوريات اول شيء كانت كويس صادمه انه هي كانت خلع الحجاب اما ثاني شيء فصارت تقول انه هي بخي فريق نور مار ما راح تطلع طبعا هو المتابع صاروا يتهجموا عليها انه هي ليش خلع الحجاب فنزلت شويه ستوريات توضح فيها انه اساسا إن هي بشاره محجبه وانه ما لبست الحجاب مجرد احترام الشهر فضيل مجرد سرت ستب شهر رمضان وحاليا نزعته من والله ما ثبتها عليه فراتكم الستوريات كانوا يشوفوها هلا حبايبي شلونكم ان شاء الله تكونوا مليون صحه وعافيه وانتم تشوفوني هسه كلش مشتاقة لكم ادري انتم هم كلش مشتاقين لي رجعت لكم بعد غياب كلش طويل وان شاء الله بعد ما اقطع وبالنسبة لحساب الانستغرام ادري كلكم يعني تعرفون صار حسابي كان فيه مشاكل وتبند وطار والف شغلة بس الحمد لله توصلت لشركة الانستغرام ورجعوا لي الحساب تمام وفشكرا لكل احد ساعدني وكل احد وقف وياي وبالنسبة للفريق انا بعدني بالفريق انا ما طلعت وبس احبكم ما بعرف اصور عايز طبعا اغلبكم مستغربين انه انا شلون طلعت بالحجاب يا جماعه أنا اني تحجبت على مود شهر رمضان احتراما للشهر وعلى مود الصيام قلت اذا قلت لنفسي اذا رح اقدر استمر بيه رح استمر بس انا صراحه ما قدرت استمر بالحجاب فلهذا إني نزعته فاني مشيت محجبه بس على مود الشهر وها هي يعني واحد من يشوف نفسه مرتاح شي ما يقدر يعني بروحه روحه فبس حبيت اوضح لكم وبس والله حابين انه المقطع اتمنى من كل يا حبايب انه يشترك بالقناه وبنفس الوقت تدخلوا على القناه تشوفون المقاطع السابقه اكو مقاطع ما وصلتكم اشعار واكو اشخاص ما مشتركين بالقناه فاشتركوا بالقناه عم توصلكم اشعارات وبس كان كفايه زي مقاطع من القصص ومع السلامه